السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم جيتكم بوصفة جديدة، هي المطلع. ان شاء الله غادي نديرو مطلع كيف كيف ان شاء الله. ان شاء الله شهر رمضان يدخل علينا بالصحة والهنا. هاد المطلع بالمناسبة، هاد المطلع على المتهلي عزوجتي اللي ربي يخليها ويشافيها ان شاء الله، ويشافي كاع الامهات يا ربي يخليهم. اخواتاتي اليوم غادي نديرو مطلع كيف كيف ان شاء الله. غادي نديرو 2 كيسان ونص فارينة، غادي نديرو مقادير قلال، نبدو بشوية بشوية. اللي راهي بادية في المطلوع جديد بشوية بشوية، كما بديت انا نهار الاول بشوية بشوية، ما نديروش مقادير كبار ومن بعد كي نحصلو في العجين. نديرو 2 كيسان ونص، ونديرو كاس سميد يكون رقيق رقيق كاع رقيق معمر تاع سميد، ونديرو الملح، نديرو مغرف، نخلطو المقادير. هنا درت خميرة، درت مغرف كبيرة هذا المقدار، عمرتها ودرت شوية سكر وخليتها تتفاعل تطلع كيما هكا. ديروها هنايا، خلطوا هاد المقادير بهذه الطريقة. هنا عندنا الماء دافي، غادي نديرو بشوية بشوية وشوفوا شحال لي، ولا نعمرو بالكاس، نعبرو بالكاس ونشوفو باش تقلبو المقادير. هي كل هو كل طاحين وعلى حساب شي يشرب، كاين الطاحين اللي يشرب وكاين اللي ما يشربش. بهذه الطريقه ها هي هكذا. شوفوا هنايا، شوفوا مجاري تما كاس وشويه ماشي بزاف، واحد الكاس وواحد جوج مغارف هكا. في البدايه درت هذا واحد شويه تاع هي، المهم يكون هكا ها، ما يكونش جاري جاري وما يكونش قاصح قاصح. انا هالطريقه نخليه يخمر 3 خطرات، يخمر الاولى ونهوده وزوجه ونهوده، والثالثه نقطعه وتشوفوا معايا الطريقه. بعد ما خمرها ولا 3 خطرات ولا هنايا، بعد ما خمر الاولى هودته وزوجه هودته، وهذه هي الثالثه غادي نهوده هنا قدامكم بهذه الطريقه. بلوا يديكم شوفوا كي كيولي. بهذه الطريقه هنايا جيبوا يا سنياوات هكا صغار ديروا فيهم سميد، يا جيبوا طبسي هكا يكون شويه عريض وديروا فيه سميد من تحت. هي هاد الطريقه تاع المطلع، الطريقه تاع جوايح التلمسان مغنيه. هذا هو المطلع تاع، ماشي كيما هذاك اللي يخمر في الكتانه، ماشي كيف كيف. ديري وحده هنايا الاولى، يديك دائما تكوني دايره لهم الماء باش العجين ما يلصقلكش. انا اليوم درت كميه قليله للمبتدئات اللي غادي يبداو يديروا المطلوع، يكونوا جدد ما يكثروش. بعد بشويه بشويه يولي كي يقضبوا يديهم يولي يكبروا العجينه بهذه الطريقه. طريقه كيما هكا خلوه يخمر، ما تخربوش فيه، غطوه وخلوه يطلع. من بعد نكملوا الفيديو. الطريقه هكذا هايله، غير شويه هكا وخلوها تطلع، نقصوا لها النار خلوها تطلع في غرضها. بزاف جات شويه شويه غليظه، شوفوا بهذه الطريقه. عامله معكم، اللي عجبكم الفيديو بارطاجوه، ديروا جيم وتفعيل الجرس، وشكرا والى فيديو قادم.